بجنن. بدك تعمل فرقة موسيقية وبغزة في هذا الوقت تفتح لمن؟ المصاري اللي معكم بيجيبوش وطر بسوق البالي. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمة. ماشي؟ اكبر هنغير العالم. الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج عرب ايدول. انا محتاج فيزا اعتراري لمصر ومحتاج منك هذا المعروف كتير. انا بعرف كنت جايبين اليوم على الحدود. ها ادي حقيقية. شو هالمخاطرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. انت اول شخص جاي من غزة بتعرف؟ انت لما بتغني بتعطي امل لملايين الناس. انا من لما شفتك بمصر يا محمد عرفت انك قصة كبيرة. محمد انت لازم تبكي. وهلا بدنا ننتقل لابن غزة ابن فلسطين محمد أسد.